حوالي 500 إلى 600 متبقي إذا ما حسبنا أفراد العائلات هناك. نحن نعمل على إخراجهم جميعا، وسبب التغيير اليومي وكما قلت مسبقا الموقف متقلب، أحيانا التدقيق والتحقق أو المعوقات ليس المادية بل السياسات التي قد تلقيها حماس. نحن على ثقة بأن التدفق سيستمر، وكما قلت مسبقا لا يجب أن نريح أنفسنا من خلال التفكير بأننا في كل يوم سوف تكون مقاربة مشابهة وأعداد مشابهة أو حتى السهولة. في كل يوم يجب أن يتم العمل من جديد تقريبا. ذكرت ملاحظات وزير بلينكن، البيئة ما بعد الحرب، حوكمة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت السلطات الفلسطينية. هل هذه سياسة أمريكا الآن أن غزة والضفة الغربية يجب أن يعاد توحيدها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية؟ والحكومة الإسرائيلية قالت بأنهم يستطيعون تقديم الآلية التي ربما يسيطرون هم فيها، ف ما الهيكلية الحكومية النهائية في غزة؟ من يسيطر على ما يحصل في غزة؟ أمريكا، إسرائيل أم السلطة الفلسطينية؟ كما قال الوزير، نريد أن نضمن أن غزة والضفة الغربية هي للشعب الفلسطيني ولديهم الصوت فيها، وهم العامل المحدد لحكمتهم وكيف يعيشون في بيوتهم. هذه تبقى سياستنا وسنمضي فيها. أما شكل هذه الهيكلية، هيكلة الحوكمة، ومتى ستوضع، ومن اللاعبون الذين سيساعدون، كل هذه مسائل نعمل عليها. كل هذه الأسئلة نطرحها أنفسنا والأسئلة التي نطرحها على شركائنا. لا أستطيع أن أقف أمامكم اليوم وأقول هكذا ستكون الهيكلية، ولكن هذا ما نعمل عليه وهي عملية للتوصل إلى إجابات هذه الأسئلة. لقاء السلطات الفلسطينية، هل هذه سياسة أمريكا؟ نحن نؤمن بأن الفلسطينيين هم يجب أن يكونوا مسؤولين عن مستقبلهم والصوت المحدد لمستقبلهم. الرئيس ونائب أو رئيس وزراء نتنياهو ناقشوا توقف إنسان لثلاثة أيام عندما تحدثوا أخيرا. لا أستطيع أن أؤكد هذه التقارير، أستطيع أن أؤكد لكم أن في تقرير في كل حوار بيننا وبين إسرائيل نتحدث عن فوائد الوقفات الإنسانية المؤقتة. وزراء مجموعة السبعة أيضا متحدون على هذه الفكرة. وكيف المناقشات على هذا الأمر؟ نستمر بخوضها. وأود أن أذكر أن سبق وأن كانت هناك بعض الوقفات القصيرة سمح للأشخاص بالخروج، من ضمنها بعض الرهائن الذين أطلق سراحهم. هذه ليست بالفكرة الجديدة، ولكننا نؤمن بأنها يجب أن تستمر ونستمر السعي وراءها. وزير الخارجية أشار إلى فترة انتقالية بعد انتهاء النزاع. هل كان تحدثنا المزيد عن ذلك؟ كيف سيكون شكل الفترة الانتقالية؟ أعتقد بأنه كان يشير إلى فكرة التي طرحت يوم أمس من قبل رئيس الوزراء نتنياهو. تحدث عن فترة وجودهم في غزة مباشرة بعد النزاع. بلا شك بعض قوات الدفاع سوف تكون موجودة داخل غزة لإدارة الأمور وخاصة الأمنية مباشرة بعد الحرب. لا شيء تغير من وجهة نظرنا. لا يجب أن يكون هذا هو الحل طويل الأمد، أو الحوكمة في غزة لا يجب أن تكون تحت إعادة أو في إعادة احتلال غزة. سمعنا القلق حول العقوبة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين والتي ترتقي إلى جريمة حرب. ما هو رد الإدارة؟ مرة أخرى من دون رد بشكل مباشر إلى كل ملاحظة قدمها كل مسؤول حول العالم، أود أن أقول لكم نحن نراقب الأحداث عن كثب، ونحن اتصال مستمر مع زملائنا وشركائنا الإسرائيليين نعلق على الأحداث على أرض المعركة، ولكننا نؤكد على المسؤولين الإسرائيليين كما سمعتم من بلينكن قال يجب أن يكونوا حذرين جدا وتجنب
الخسائر المدنية في هذه العمليات. سألتموني يوم أمس عن مرتفعات الجولان. أود أن أكون منصفا هنا. لم يحصل أي تغيير في موقفنا فيما يخص مرتفعات الجولان. الوزير بلينكن تحدث في فبراير 2021، لا يوجد أي تغيير في سياستنا. ما دامت الأوضاع في سوريا تبقى على حالها، فنحن ندرك بأن إسرائيل لديها احتياجات أمنية شرعية هناك، لم يحصل أي تغييرات. هل السلطات الفلسطينية قادرة على السيطرة على غزة؟ ليس لدينا حل نهائي حول كيف ستحكم غزة بعد، وبلا شك السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا من هذا النقاش منذ البداية، وكذلك الشركاء الإقليميين الآخرين. ولكن لا أعرف إن كنا توصلنا بشكل نهائي إلى هذا الحل، ولكن كما قال الوزير بلينكن بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون هو مسؤولا عن مصيره في المستقبل. عندما تحاولون إخراج الرهائن الأمريكيين، كيف تعمل ذلك؟ هل أنتم اتصال مباشر مع حماس؟ ليس لدينا اتصال مباشر مع حماس، بعض شركائنا لديهم وكانوا مفيدين جدا في هذا الخصوص. أي تقدم؟ ليس لدي أي شيء أعلن عنه فيما يخص التقدم، ولكن نركز بشكل مستمر على إخراج كافة الرهائن وبشكل خاص الأمريكيين. ومن أجل تحقيق ذلك، وما شاهدنا مع أول أربعة، خرجوا 2 أمريكيين و2 إسرائيليين بعد بضعة أيام، كان هنالك ما يكفي من الوقف في القتال للسماح بخروجهم الآمن، وهذا ما نحاول أن نعززه، وهو اتفاق لأكبر عدد من الوقفات المؤقتة من أجل إخراجهم جميعا، ولكن المسألة حساسة. هل لنا أن نفكر بالوقفات الإنسانية المؤقتة في سياق الرهان؟ لأنك أشرت أنه في المرة الأخيرة رئيس الوزراء وافق على الوقفة المؤقتة هي للسماح لخروج الرهان. أم هل هنالك عوامل أخرى لإدخال مساعدات؟